السلام عليكم، مرحبا بكم في دوائر على اخر اخبار الوداد الرياضي. ديما كنبدا بتحيه وداديه، ولكن اليوم بغي نوجه واحد التحيه لبعض الجماهير الرجاويه، بعض الجماهير اللي كنلقاوهم في التعليقات وكيدعيو مع الوداد انها ترجع كما كانت. نعم، كما هناك وداديون متخلقون فهناك رجاويون بنفس الشكل. كيجيو بعض المرات شي تعليقات من رجاويين وكنتصدم وانا كنقراهم. شكرا لكم خوتي بزاف، وهادشي علاش ديما كنقول راه كاين وكاين، راه كما كاينين رجاويين فرح حانين وكيتشفاو لهاد الأزمة هذه، كاينين رجاويين آخرين كيظنوا أن الوداد كانت حاملة المشعل، وهذا المشكل اللي أصابتها فقد أصابت الكرة المغربية جمعاء. تحية لكاع الوداديين والوداديات اللي كتفرجوا فيها، شكرا بزاف على الثقة ديالكم، ويلا نمشيو مباشرة لآخر الأخبار. بدا فريق الوداد الرياضي بالقيادة الإدارية ديال عبد المجيد البرناكي دراسة الاستغناء على بعض اللاعبين، وأكد موقع سيت إنفو بعض المصادر الأخرى أن الوداد غادي يحاول يدرس وضعية مجموعة من اللاعبين، لاعبين ما قدموا والو للوداد وكان مستواهم جدا محط جدل الجماهير، وهما سفيان أحناش وحمد الهوني ومنتصر الحتيمي والشرقي البحري. هاد الأسماء هذه غيتم إعادة النظر فيها باش يتم إحداث بعض التغييرات والقيام بتعاقدات مع لاعبين يقدموا الإضافة للوداد، إلا أن الأمر الصعب اللي كيبقى في الوداد هو النزاعات التي تلاحقه. هادشي اللي غيخلي المكتب المسير ديال الوداد يحاول يفك أزمة القيود في الميركاتو الشتوي. قدمت إدارة الوداد الرياضي مقترح لبابا طوندي ووكيل أعماله باش يقوموا بتسوية ملفه، واقترحت الإدارة ديال الوداد الرياضي أنها تقوم بدفع 300,000 دولار وتأخر الباقي إلى وقت لاحق، إلا أنه حسب بزاف المصادر بابا طوندي رفض هذا الأمر، هذا هو اللي غادي يخلي الوداد الرياضي في مشكل. نفس المصادر أكدت أن إدارة الوداد وفي الأسابيع القليلة المقبلة مطالب باش يسدد المبلغ كاملا، المبلغ اللي تم الحكم به لفائدة بابا طوندي واللي كيبلغ 600,000 دولار. اقترح الشرقي البحري مهاجم الوداد بزاف الخيارات لعبد المجيد البرناكي رئيس الوداد، ومنها الانتقال لفريق ليبي ولفريق في الامارات العربيه المتحده، وتلقى الشرقي البحري بعض العروض للاحتراف خارج المغرب، هو اللي خلاه يناقشها بعد استشارته مع المكتب المسير ديال الوداد. موقع لو سيت انفو اكد ان الشرقي البحري قدم يد العون للمكتب المسير ديال الوداد وطالبهم باش يختاروا ما ناسب. الشرقي البحري ماشي هو اللاعب الوحيد اللي غادي يغادر الوداد وبنسبه كبيره في هذا الميركاتو هذا، وانما مجموعه من الاسماء الاخرى. غادي يلعب فريق الوداد الرياضي بعد قليل مباراته الجوله 15 من البطوله الاحترافيه اليوم الاحد مع استاد العشيه، المباراه اللي غادي يلعبها فريق الوداد الرياضي وغادي يكون ضيف عند المغرب التطواني. ومن المقرر ان تعرف تشكيله الوداد غياب 5 الاسماء قويه وهما ايوب العملود وارسين زولا بسبب الاصابه، عطيه الله اللي كاين في المعسكر الاعدادي ديال المنتخب المغربي، وهشام بوسفيان وزهير المترجي لاسباب انضباطية. الماتش غادي تلعب في تطوان بثانية الرمل. توصل فريق الوداد الرياضي لاتفاق الفسخ عقده مع حمزة الرقراقي بالتراضي، وأكدت مصادر أنه غيتم فسخ الرقراقي بالتراضي مع الوداد باش يقلب على فريق آخر يلعب معاه، بعد ما ولا خارج حسابات فوزي البنزرتي وكان خارج حسابات عادل رمزي. حمزة الرقراقي غادي يتنازل على جزء من مستحقات الوداد باش يخليه يمشي في هذا الميركاتو. حمزة الرقراقي كان انضم لفريق الوداد الرياضي من النهضة البركانية في الصيف اللي فات، وكان جا داك الساعة هو والشرقي البحري في نفس الوقت. الركراكي ماشي غيكون هو الوحيد اللي غيغادر الوداد، وإنما كذلك سفيان أحناش اللي ولا من أقرب اللاعبين كذلك لمغادرة الوداد الرياضي. مصادر أكدت أنه غيتم فسخ اللاعب أحناش في الأيام القليلة المقبلة كذلك، بحيث أن البنزرتي مقتنعش بالمؤهلات ديال اللاعب ووضعه كذلك في قائمة المغادرين كما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. فوزي البنزرتي حدد لإدارة الوداد ميركاتو الفريق، حيث أنه بغى يعزز 3 ديال المراكز أو 4، وهما مركز مهاجم ومركز خط وسط ومدافع وكذلك جناح. وصلنا لنهاية الفيديو، ولكن بغيت غير نقول لكم سيروا الأول تعليق غادي تلقاو الرابط ديال واحد القناة فتحناها في الواتساب، المهم دخلوا تماك وديروا متابعة ونتلاقاو جميعاً.